الانتباه، أنت الآن تدخل إلى منطقة آمنة. تحذير، إنك تخرج من المنطقة الآمنة. المناطق المخصصة يمثل هذا النفق خط الإمدادات الأساسي بالنسبة للطعام والأدوية والأسلحة القادمة من العالم الخارجي، ولكن هناك مثيرون للشغب مزودون بمتفجرات ويحاولون اختراق الحجر الصحي. وإن قاموا بتفجير بوابات النهر لمحاولة العبور سيغرق النفق وسينقطع خط الإمدادات وسيموت عدد كبير من الناس. حصلنا على تأكيد بوجود بنيتز هناك، فعلينا تأمين ذلك الموقع وإعادته إلى هنا في القاعدة. لا تكن حقيرا، انك شخص طيب. رايتها، اتفهم، اعرف انها بحوزتك. فوري للنقيب بنيتز عند نقطة تفتيش نفق لينكولن، فالحقراء يقومون بفك طوق الحصار، وإن فجروا بوابات النهر قد يغرقون المكان بأسره. حسنا، إليك الاتفاق. لدي قارب طوارئ مخبأ عند رصيف ميناء في الساحل الغربي. ما زالت القوات الخاصة المتحالفة تضرب طوخا حول نهر هيدسون، ولكن إن قمنا بذلك ليلا فيمكننا أن نسل عبرهم، ولن يكون الأمر سهلا، لذا فلن أمنح تلك الأماكن الشاغرة مجانا. وإن أردت الركوب فعليك أن تدفع، وتذكر أنني لا أقبل أموالا سائلة أو ذهبا أو أيا من ذلك الوراء عظيم القيمة. أنا متأكد أنك ستجد طريقة إن كانت لديك رغبة قوية في ذلك. Thank you.
يا له من فريسة سهلة. كنت أيها المحافظ الصغير. أيها النقيب، إنهم يخترقون الطوق للوصول إلى النفق ويطلقون النار. كأننا نتعرض لاجتياح الجراد، لا تتركوهم يعبرون. تحذير، هناك المزيد من الأعداء قادمون. أيها النقيب بنيتز، فاي لاو تتحدث. نحن عملاء في فرقة ديفيجن، وقد أزلنا الخطر على محيط المنطقة. سأدخلك في دائرة اتصالاتنا حتى تتمكن من توجيه دعمنا إلى المكان الذي يحتاجوننا فيه. إنها أخبار سارة، لكن لدينا الكثير من الأشرار. فقد تمكن بعض من أولئك الأوغاد من تجاوزنا، وهم يزرعون المتفجرات عند بوابات النهر المطلة على النفق، يحاولون الخروج، وإن انفجرت القنابل تعرفون ما سيحل بنا. سأرسل واحدة من أفرادي للاهتمام بالقنبلة، احمها. انتبه لقدوم الهيكرز، سأعطل هذا الشيء. تحذير، هناك أعداء قادمون إلى موقعك. الأعداء قادمون في هذا الاتجاه.
اللعنة، كان ذلك وشيكا جدا، لا يبهون بمن يقتلون. اصعد إلى هنا وسأقابلك في المركز. بانيتس في الطابق العلوي ويمكنه الاستفادة منه. يا إلهي، ماذا تبقى؟ تذكر عليك أن تستريح أحيانا. تسرني مقابلتك، وسنعتمد عليك وعلى فرقتك لأن تنتظرنا معركة كبيرة. استمعوا إلي، لدينا أنباء سارة وأنباء سيئة. حصلنا على مساندة عملاء فرقة ديفيجن، ولكن من هم في الخارج لن يتوانوا عني. لدي أنباء سيئة لعيني. أيها العميل، إن رفاقك في اللعبة لديهم خناص يتمركز أمامك، أبقي عينيك مفتوحتين. خلال لحظات.
هيا اخرج وقاتل. ظهر احدهم للتو. أيها العميل، تقول جماعتي إن الخطر تم إقصاؤه. أشكرك وأعواني يشكرونك، ويوجه إليك شعب نيويورك شكرا. أنا عائد إلى القاعدة مع مرافقة، نتحدث عندما تصل. أحسنت، فلو فجروا بوابات النهر تلك كنا سنخسر خط إمدادات رئيسي، والآن يمكن لبانيتس العودة إلى الجناح الأمني. أيها العميل، استعدنا مقطعا مقلقا من شريط الفيديو. إن مثيري الشغب هم وحوش حقيقيون، تقول له إنها حملت المقطع من أجلك. هاي، لقد حصلت على صديق لتوك اليوم. سأعمم الأمر. هنا 2-4، نحن نرى السيارة 5-5، لا يوجد أحد فيها. تلقيتك، حول. يا إلهي، اللعنة هم وراءنا. انسى الأمر، فقط اذهب الآن. هنا 2-4، نحن الآن. السيارة 2-4، ماذا يفعل هناك؟ هنا 2-4، نحن نتعرض لك. يا إلهي. إن رودز مهتم للغاية باسترجاع ميزان التايمز إلى سيطرتنا. تفضلوا، الكابتن بنيتس عثر على بعض القهوة. كنت أمر على ما تبقى من كيرمان. تنحصر مسؤوليتنا من وسط المدينة وحتى أدنى مانهاتن، والسبب أن أحداً لا يمكنه مغادرة هذه الجزيرة. المشكلة هي عدم توفر اليد العاملة. لدينا عناصر إجرامية تحتل وتتحكم في أغلب تلك الأحياء. الرايكرز والمنظفون وعصابات الشوارع. رجالي لا يكفون لتأمين مربع سكني واحد ولحفظ الأمن.
يجوب الأوغاد الشوارع ليأخذوا ما يحلو لهم ويقتلوا من يشاءون، فليس لدينا من يردعهم. وهذا يعني أننا سننظف نحن تلك الأحياء لتوفير الطعام والمعونات الطبية للسكان. لا أعرف، أعني منطقة بهذه المساحة وهذا العدد من المجرمين لن تستطيعوا تولي الأمر بمفردكم. أعني مع احترامي، لا تعجبني فكرة الإلقاء بكم كفريسة. كابتن، نحن هم الذئاب. صحيح، حسناً. إذن ربما يمكنك إقناع الديفيجن بإرسال رجال أكثر. في الوقت الراهن ما تراه هو كل ما لدينا. لا أصدق توسلي للفيدراليين ليحتلوا مدينتي. أي معلومات تصل إلينا ستكون أول من يعرفها. بالتوفيق. ستحتاجه. الآن صرنا نطهو باستخدام الغاز. أنت عميلي الرسمي لمساعدتي، شكرا لك. ستحب ذلك، حصلنا على منشأة لتوسيع وحدة الكلاب كي 9. هكذا سنعثر على المدنيين الذين في ورطة، أو سنحدد مواقع المخابئ العسكرية. إنه يوم آخر من الأيام العصيبة.